بلاش الهلفاطه دي بقى، وقول لي عملت ايه، سبعه ولا ضبع؟ الحقيقه ضبع يا حاج. اه زي عوايدك. ايه ما قدرتش توصل للتجار؟ لا حاج، من حيادي وصلت للتجار. امال ايه اللي حصل؟ اتكلم على طول، ما تنخش قدامي كده. الحقيقه يا حاج ما رضيوش ابوها، وقالوا دي احسن عميل عندنا. وما قلت لهمش ليه ان انا هبقى احسن عميل عندهم بدلها؟ قلت لهم يا حاج، بس هم ما رضيوش يغاروا ذمتهم. هم قالوا لك كده بالكلمه والحرف يا حاج؟ والله براوة عليهم. يا سلام يا سلام لو كل التجار زيهم كده، عندهم ذمة وما يبيعوش بعض، كان حال السوق انصلح. يا حاج يا حاج، احنا مالنا ومال السوق دلوقتي يا حاج؟ مش وقت مواحص، احنا عايزين نشوف احنا هنعمل ايه. يا اخي تلهي واسكت، وانت زي ما رحت زي ما جيت، قال على رأي المثل، خبت الامل راكبه جمل. وانا ذنبي ايه بس يا حاج؟ ما انا قعدت اطمعهم وعشمهم، بس للاسف هما اللي طلعوا عندهم اصل. مش دي شرطك بالاول يا فالح؟ قعدت تسخنها في دماغي وتقول لي نضربها في السوق، وديك زي ما رحت زي ما جيت، ايد ورا وايد قدام، وجاي تقول لي التجار مش عايزين يبيعوا ذمتهم. يا حاج يا حاج، انا هعرف منين بس ان التجار اللي هناك مش زي اللي هنا؟ على العموم سيبك منهم، انا مش عايز منهم جمايل، بس احنا بقى هنمشي على الخطه اللي احنا رسمينها قبل كده. ازاي يعني يا حاج؟ احنا هنشتري منهم زي اي زبون، ولا هم مش عايزين يبيعوا لنا؟ من ناحيه دي الناس عايزين يبيعوا لنا زي ما بيبيعوا للحاج. حلو، احنا بقى هنشتري منهم نفس البضاعه وبنفس الاسعار اللي زهره بتشتري بيها، بس احنا بقى هنبيع بسعر اقل عشان نضربها في السوق ونبور بضاعتها. كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ عدم المؤاخذه يا حاج، احنا بالطريقه دي هنبيع بالخساره. امال يعني هنحاربها ازاي؟ ومش اي حرب في الدنيا بتتكلف الكتير. انا مستعد، بس المهم مين اللي يكسب الاخر. انا متاكد بقى منتصر لما البضاعه بتاعتنا توصل وتنزل السوق وبضاعتها تنضرب، هتجيلي وتفرفر وتقول انا في عرضك. بس المهم بقى نوال تشد حيلها معانا. اهي دي اهم حاجه يا حاج. انت عارف انا اقصد ايه؟ طبعا يا حاج، اسامي العملاء بتوع اللي هنا عشان احنا نحلق عليهم في الاول. الله ينور، طب ما انت مخك نظيف اهو. انا تلميذك الصغير يا حاج. المهم بقى يا حلو، تاخد بعضك وتسافر عشان تتفق تاني. ولزومه ايه السفر يا حاج؟ احنا ممكن نعمل كل حاجه عن طريق الكمبيوتر والنت، وبضاعتنا توصلنا لغايه المكتب واحنا قاعدين. اه والله. ومين اللي هيعمل لنا الشغلانه دي؟ ما تقلقش يا حاج، انا عندي واحده ممكن تعمل لنا الشغلانه دي، بس عشان خاطر يا حاج بلاش عينك تزوق عليها. صدقني يا منتصر، انا بعد الزهره عيني مش راضيه تزوق على حد. مالك يا نوال؟ في ايه؟ ما بترديش ليه؟ لا يا حبيبي مفيش حاجة،
انا بس مش جايلي نوم فخفت اقلقك. مش هتريحي شويه؟ لا خش نام انت، انت عندك شغل بالليل. لا مش عايز انام، انا عايز اشرب شاي. تشربي شاي؟ اه. طب هعمل كوبايتين شاي. زي ما بقول لك كده، انا المره دي اتحققت منه كويس قوي. انا الحمزاوي بيه كنت بفكر اشتغل شغل مجموعات او افتح مركز تجميل. والله ده مشروع حلو قوي، لو عايز اي مساعده احنا ممكن نقدمها لك. مركز تجميل ايه؟ ايه الشغل الهايل ده يا عم؟ احنا عايزين نخش في شغل التقيل. واضح ان مدام زهره مش متحمسه قوي. مش حكايه مش متحمسه، حكايه بحب اشتغل في اللي بفهمه. يا سلام، هو ده كلام الناس العاقلين. يا ست انا هجيب لك ناس يفهموكي كل حاجه، ولو عايزاني انا امسك النشاط ده انا ما عنديش مانع. ما تقلقش، انا كنت ناويه فعلا اعمل كده، بس لازم افهم بقى الشغل اللي انت ناوي تمسكه ده شكله ايه، نوعه ايه. انا هفهمك كل حاجه في البيت، المهم نقول بسم الله يا عمي ونتكل على الله ولا ايه؟ احنا ممكن نبتدي بمقاولتين. الحكومه مقدمه مناقصه لبناء 50 مدرسه. الله اكبر الله اكبر، ده الشغل سخن قوي زي اللحمه دي. ايه اللحمه الحلوه دي؟ 50 مدرسه حتى واحده هناخدهم؟ حيلك حيلك، اهدى شويه يا عم فريد، ده مشروع كبير قوي ومصاريفه كبيره، واحنا يا عم عايزين نمشي جنب الحيط ومحدش له دعوه بيه. ولازم كمان نتفق على اتعاب حمزاوي بيه. يا سلام، مراتك دي سيده اعمال بجد، وده الفرق اللي بينك وبينها. والله ما انا قلت لك يا عمي زوزه دي اصل ما فيش زيها اتنين. بس ما قلتليش بقى يا حمزاوي بيه، تحب تتعامل بأني عملة؟ اليورو الأوروبي. أيوة حبيبي. لا فاضلي ساعة واحدة وخلص، وبعد كده هعدي عليك ونطلع نتغدى بر، وبعدين نروح السوبر ماركت نجيب كل اللي احنا محتاجين. صباح الخير. خلاص زي ما اتفقنا يا فندم، مع ألف سلامة. يا صباح الفل. الساعة 3 يا خليل وجاي تقولي صباح الخير. خلاص اعتبريها صباح اللي بتغني. المدام مشغولة يا خليل. عارف انا مش جاي للمدام، انا جاي عشانك انت يا جميل. خير؟ انت عارفة انا ما بجيش الا في الخير. وانا تحت امرك يا خليل. ما تقوليش الكلام ده، انا اللي تحت امرك. خليل في ايه؟ لخص بقى، انا عندي شغل. ايه الموضوع؟ بصراحة نوال من غير لف ولا دوران يا بنت الناس، انت حالك مش عاجبني. نعم؟ في ايه خليل؟ ما انا بقولك اهو، انت حالك مش عاجبني. ايه السخافه اللي انت فيها دي؟ انت قاعد هنا عشان تقولي حالك مش عاجبني؟ وانت مالك اصلا ومال حالي؟ مش عاجبني، هو ده الموضوع اللي جاي عشانه. اللهم طولك يا روح. في ايه يا خليل؟ نوال انا عاوز اتجوزك. تتجوزني؟ تحبي اقولها لك تاني عشان اقول بعدها تت 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 تت؟ بالذمه يا خليل انت عايز تتجوزني؟ اه انت مش مصدقه. طبعا انت اتفاجئتي بالطلب ده وفرحتي، هاتيلي رغيف عيش دلوقتي اقسمه على وشي عشان تصدقي. طب ومراتك يا خليل؟ اعتبريها مش موجوده، فراغ، علامه استفهام في الحياه دي. انا مستعد اموتها، انزلها بتوك توك من فوق المقطم هي وابوها وامها، وبعد كده نتجوز انا وانت ونهرب نروح جيبوتي. انت شارب حاجه على الصبح وجاي ترمي بلاك عليا؟ مش كتير. طب اتفضل بقى عشان ورايا شغل. طيب بقى، طب ما قلتليش رايك ايه علشان اروح اطبع الدعوات ونفرح الاهل كلهم؟ اطلع بره ورايا شغل. يا خساره يا نوال، يا خساره، قدرتي تخدعيني تمثلي عليا دور وانا صدقتك. يا خسارة، ما كانش عشاني أبدا. ماشي يا نوال، وحياة كل كلمة حب قلتها لك لبكرة تندم يا سهيل. يا نوال أهبل ده ولا إيه؟